السلام عليكم سنة تالتة، تعالوا النهاردة ناخد درس كمان في الهندسة اللي هو ميل الخط المستقيم. احنا خدنا الميل دوت في سنة تانية اعدادي. تعالوا افكركم بميل الخط المستقيم. لو عايز اجيب ميل الخط المستقيم من نقطتين، هو فرق الصادات على فرق السينات. تعالى اقول لك كمان، ميل اي مستقيم موازي لمحور السينات بيساوي صفر. ممكن بدل ما اقول موازي لمحور السينات اقول افقي، ميل اي مستقيم افقي بيساوي صفر. ميل اي مستقيم موازي لمحور الصادات غير معرف، ممكن بدل ما اقول موازي لمحور الصادات اقول ميل اي مستقيم راسي غير معرف. لو عايز اتكلم عن زاويه ميل الخط المستقيم، ايه هي زاويه ميل الخط المستقيم؟ هي الزاويه الموجبه التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. هي دي الزاويه، زاويه ميل الخط المستقيم. طب لو عايز اجيب ميل الخط المستقيم عن طريق الزاويه ديت، لو عايز اجيب ميل الخط المستقيم عن طريق الزاويه، هو ظل الزاويه الموجبه التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يعني انا مثلا مديلك زاويه قياسها 45 درجه وعايز اجيب الميل، يبقى ظا 45 هيطلع بواحد. تعال نشوف مسائل. بيقولي اوجد ميل الخط المستقيم المار بين نقطتين 2 و3 و4 و7. عشان اجيب الميل، فرق الصادات على فرق السينين، ممكن اقول صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. ولو قلت صاد 1 ناقص صاد 2 يبقى على سين 1 ناقص سين 2. يعني هنا هشتغل 7 ناقص 3 على 4 ناقص 2، هتطلع ب 2. لكن في ناس ممكن تشتغلها 3 ناقص 7 على 2 ناقص 4، هيطلع برضو نفس الناتج ب 2. تعال نشوف مسألة كمان. بيقول لي اوجد ميل الخط المستقيم المار بين نقطتين 2 و3 و1 و3. اول حاجة الميل صاد 2 ناقص صاد 1، يبقى 3 ناقص 3 على 1 ناقص 2 هتساوي صفر. تعال نشوف مسألة كمان. بيقول لي اذا كان ميل المستقيم المار بنقطتين 3 وصاد و5 و1 هو 3، اوجد قيمة صاد. هنا مدينك الميل ب3، مدي الميل ب3. انا هشتغل عادي يا جماعة، الميل فرق الصادات على فرق السينات. هقول 1 ناقص صاد على 5 ناقص 3 بتساوي 3، يبقى 1 ناقص صاد على 2 هتساوي 3. هشتغل مقص، يبقى 1 ناقص صاد بتساوي 6. هحلها كمعادلة، الواحد ده موجب يروح الناحية التانية بالسالب، يبقى سالب صاد هتساوي 6 ناقص 1، يبقى سالب صاد هتساوي 5، يبقى الصاد هتساوي سالب 5. بيقولي اوجد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 45 درجة. الميل عن طريق الزاوية هو ظا الزاوية، يبقى الميل هيساوي ظا ه اللي هي ظا 45 اللي هي تطلع بواحد. مسألة كمان، اوجد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 135. الميل هيساوي ظا 135 هتساوي سالب واحد. مسألة كمان، بيقول لك اوجد قياس الزاوية التي يصنعها المستقيم الذي يمر من نقطتين 3 و1 و5 و6. أنا هشتغل عادي يا جماعة، ظا ه بيساوي الميل. أنا هجيب الميل من نقطتين، هجيب الميل 6 ناقص 1 على 5 ناقص 3، يبقى ظا ه هيساوي 5 على 2. عشان أجيب زاوية ه زي ما خدنا في حساب المثلثات، يبقى شيفت تان 5 على 2 ودوس يساوي وبعد يساوي دوس كومة، يبقى الزاوية تطلع 68 درجة 11 دقيقة 54 ثانية. تعال أقول لك العلاقة بين المستقيمين المتوازيين. لو عندي لم واحد يوازي لم اتنين، يبقى ميم واحد بيساوي ميم اتنين. ايه هو الميم؟ اللي هو الميل. يبقى المستقيمين المتوازيين ميلهم بيساوي بعض. طب لو العكس، لو الميلين بيساوي بعض، يبقى المستقيمين متوازيين. يبقى اذا توازى مستقيمان فان ميلهما يكونان متساويان. يعني لو لم واحد يوازي لم اتنين، يبقى ميم واحد بتساوي ميم اتنين. والعكس، لو عندي الميلين بيساووا بعض، يبقى المستقيمين متوازيين. عشان اثبت ان ثلاث نقط تقع على استقامه واحده، هجيب ميل ا ب وميل ب ج. لو طلع الميلين بيساووا بعض، العلاقه بين ميلي المستقيمين المتعامدين. هتكلم هنا عن المستقيمين المتعامدين. لو عندي لام واحد عمودي على لام اتنين، يبقى ميم واحد في ميم اتنين بيساوي سالب واحد. انا قلت لك الميم اللي هو الميل، وبرده ميل المستقيم الاول هيساوي سالب واحد على ميل المستقيم الثاني.
يعني ميم واحد اقدر اقول بتساوي سالب واحد على ميم اتنين. طيب والعكس يا جماعة، لو ميم واحد في ميم اتنين بسالب واحد يبقى لام واحد عمودي على لام اتنين. لو عايز اثبت مثلث قائم الزاوية بجيب الضلعين قائمة، ضلعي القائمة، لو عايز مثلا اثبت ان هو قائم الزاوية ب، هجيب ميل الف ب وميل ب ج حاصل ضربهم بيساوي سالب واحد، يبقى زاوية ب دي زاوية قائمة، يبقى المثلث دوت قائم الزاوية. او ممكن اشتغل عن طريق البعد. مسألة بيقول اثبت ان النقط الف واحد واحد، ب اتنين وتلاتة، ج صفر وسالب واحد تقع على استقامة واحدة. انا اول حاجة هجيب ميل الف ب، فرق الصادات على فرق السينات، تلاتة ناقص واحد على اتنين ناقص واحد هتطلع باتنين، واجيب ميل ب ج سالب واحد ناقص تلاتة على صفر ناقص اتنين هتطلع برضو باتنين. ميل أ ب بيساوي ميل ب ج، ونقطة ب نقطة مشتركة، إذا أ و ب و ج على استقامة واحدة، إذا أ و ب و ج على استقامة واحدة. مسألة كمان بيقولي اثبت أن المستقيم المار بالنقطتين اتنين وتلاتة وسالب واحد وستة يوازي المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 135 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. أول حاجة هجيب ميل المستقيم الأول، هجيب ميل المستقيم الأول عن طريق النقطتين، النقطتين فرق الصادات على فرق السينات، هجيب ميم واحد هيبقى ستة ناقص تلاتة على سالب واحد ناقص اتنين هيطلع بسالب واحد، واجيب ميل المستقيم التاني عن طريق الزاوية الموجبة اللي بيصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات اللي هو ميم اتنين ظا 135 هتطلع بسالب واحد. لاحظ هنا ان الميم واحد بتساوي ميم اتنين، اذا المستقيمان متوازيان. مسألة كمان اثبت ان المستقيم المار بالنقطتين سالب واحد واربعة وتلاتة وسبعة يكون عمودي على المستقيم لام اتنين المار بالنقطتين واحد واحد واربعة وسالب تلاتة. اول حاجة هجيب ميل المستقيم الاول برضو بنفس الطريقة، فرق الصادات على فرق السينات، سبعة ناقص أربعة على تلاتة ناقص سالب واحد، تلاتة ناقص سالب واحد يعني تلاتة زائد واحد، هدخلها على الآلة الحاسبة تطلع بتلاتة على أربعة. هجيب ميل المستقيم التاني بنفس الطريقة، سالب تلاتة ناقص واحد على أربعة ناقص واحد هتطلع سالب أربعة على تلاتة. هضرب ميم واحد في ميم اتنين هيطلع بسالب واحد، تلاتة على أربعة في سالب أربعة على تلاتة هيطلع بسالب واحد، يبقى المستقيم لام واحد عمودي على المستقيم لام اتنين. مسألة كمان بيقولي باستخدام الميل اثبت أن النقط أ سالب واحد وتلاتة، ب خمسة وواحد، ج ستة وأربعة، ود صفر وستة يرؤوس مستطيل. أدم قال لي باستخدام الميل يبقى هشتغل ميل، لو قال لي اثبت إن هي رؤوس مستطيل بالطريقة اللي تعجبك ممكن أشتغلها عن طريق البعد. انما هنا هشتغل عشان درس الميل هشتغلها عن طريق الميل. اول حاجة انا هرسم مستطيل قدامي واشتغل. اول حاجة هجيب ميل الف ب، ميل الف ب هيبقى واحد ناقص تلاتة على خمسة ناقص سالب واحد يعني زائد واحد هتطلع بسالب واحد على التلاتة، واجيب ميل دال جيم هيبقى اربعة ناقص ستة على ستة ناقص صفر هيطلع بسالب واحد على التلاتة. الميلين بيساووا بعض يبقى المستقيمين دول متوازيين، يبقى ألف ب بيوازي دال ج، نفس اللي عملته مع ألف ب ودال ج أعمله مع ألف دال وب ج. هجيب ميل ألف دال هيبقى ستة ناقص تلاتة على صفر ناقص سالب واحد يعني صفر زائد واحد هيساوي تلاتة. هجيب ميل ب ج أربعة ناقص واحد على ستة ناقص خمسة هيساوي تلاتة. الميلين متساويين يبقى المستقيمين متوازيين، يبقى أ د بيوازي ب ج، أنا عندي أ ب بيوازي د ج، وأ د بيوازي ب ج يبقى الشكل ده متوازي أضلاع، أنا ثبتته لغاية دلوقتي إن هو متوازي. عشان أثبت إن هو مستطيل لازم أثبت إن فيه زاوية قياسها 90 درجة. لو ضربت ميل أ ب في ميل ب ج هيطلع بسالب واحد، يبقى أ ب عمودي على ب ج يعني زاوية ب قائمة، يبقى الشكل ده مستطيل. إذا الشكل أ ب ج د مستطيل.